السلام عليكم. اليوم مع وصفات مطبخ دليلة ديزا جيتكم بوصفة سندويتشات صيفية بعجينة ذهبية بدون عجن بدون لحم ولا دجاج، بنتها أهبال. ابقوا معايا حتى آخر الفيديو وما تنشوش تشجعوني باللايكات والبرتاج وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم حبيباتي، السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله نلقاكم بخير صحة جيدة. اليوم جبت لكم سندويتشات صيفية يعني خفاف ريشة، واش نقول لكم، بدون لحم بدون دجاج، حنديروها غير بالطوم. بسم الله. واش عندي في هذا الوعاء؟ نبداو على بركة الله. بسم الله. عندي كاس الحليب يكون دافئ ماشي سخون بزاف مع هاد السخانة، وعندي مغرفة تاع العشا تاع الخل، اي نوع اللي عندكم احمر ولا ابيض. عندي مغرفة تاع العشا تاع السكر حبيبات، عندي مغرفة تاع العشا تاع الخميرة تاع الخبز. نخلطهم هكا باش يتفتحوا هذوك الحبيبات تاع الخميرة. بعد ما خلطهم دوك حنزيد هنايا ربع كاس تاع الزيت، زيت المائدة، وتلقاو هاد المقادير في صندوق الوصف اللي تحت في اليوتيوب تاعي. وهنا عندي بياض تاع البيض، يعني اقتصادي ما حاش ندير كاع حبة بيض، ندير هذاك البياض وهذاك الصفار نخليوه تقوطي للتزيين من الفوق. وهاد حبابات لازم نحيوها شويه مقبل، نحيوها هكاك ساعه مقبل باش تكون يعني ما تختلفش على هاد الخميره اللي درناها، تكون حراره على حسب حراره المطبخ. وهذاك الحليب اللي كنا سخناه، هنا عندي قسم غرفه تاع قهوه حليب الملح، نخلطهم اللي جبد تفعل الخميره تاعي كي درت لها هذاك الخل باش تجيكم خفيفه وما يريحش. بعد ما خلطناه هكذا دوك هنا نجيب الفرينه، هنا حطيت كيلو، ومن بعد نقول لكم شحال دالي في هاد لاباط. نقيس لكم كاس واحد قبل، هاولي كاس واحد ممسوح، ونزيد هكا الثاني، ونزيد باكي تاع الخميره تاع الحلويات اللي فيها 10 غرام باش يجيكم قلت لكم خفيف. انا حنسيرها خاطر خفت يكون فيها البراكس، واشتو نخلط قبل هادو، نحيت الفوي هذاك باسكو ما يخلطهوليش بيان. دوك جبت هكا مغرفه تاع الحطب باش ما نعمرش يديا بزاف بالعجينه، درنا جوج كيسان مازالها على باط، وهذا كاس ثالث نروح بالعقل. ولكن نقول لكم الميزان تاع الفرينه ما تروحوش تجريو ديروهم على خطره، روحوا غير بالعقل. صديقوا حبه هذيك البيض ولا تكون صغيره ولا كبيره يكون يختلف شويه، ولا راهي صغيره تكون ناقصه من الفرينه ولا كبيره ترفد لكم شويه، هذا ما كان. دوك نكمل بيدي باش نشوف القوام اللي حبيته. هكا راهي كلتصق، انا ماشي هكا حبيتها، هذيك لاباط كيفاش تجيكم ملساء وما تلتصقش هذيك وخفيفه في نفس الوقت. هذيك شتو هذيك، شوفوا كي نديرها هكا. وهاوليك الكاس الثالث داني منه بقالي نص تاع شويه تحت النص، هكذا نوزن لكم، ومن بعد تلقاوها في صندوق الوصف شحال داني من الفرينه. دوك نغطيها ونخليها تخمر هكذا، بعد ما تخمر نولي لعندكم. هنا بعد ما خمرت لي جلست عليها 35 دقيقه، شوفوا كيف خمر شتو. دوك عندي غازيه ونقسمو، وهنا بعد ما بوليتهم
هكذا ندير لهم يعني كنت تعودتو معايا باش نولي يدخلوا جديد بالك ما يعرفوش. هكذا وزنتهم 88 غرام وكورتهم هكذا. انا دوك اللي كملتهم حنغطيهم هكذا باش ما ينشفوليش مع هاد السخانه. وانا شعلت الفول تاعي مسبقا باش هكا كيجي يعني كي نديروه داخل الفول يطيب لنا هايل. هذيك لابول اللي بقات لي صغيره انا وزنتهم كاع 88 غرام. دوكا نجوزو الاولانيه اللي بديناها هكذا ضبطوها بنيلون خير ماشي بالطرشونه مهما يكون. نديرو شويه فرينه في القاعده ونحل الخبزه تاعي وشنو وين غلقتها هذاك اللي راه من تحت حنرجعو من الفوق. ندير شويه فرينه ما نكثروش برك بزاف نحلوهم هكا بالحلال. من بعد نجيب نغلقهم هكذا بلا ما نكوروهم سينو يجينا فيها البابا. هكذا نقرصهم باش نلصقهم بين زوج من هذه الجهه وهذه الجهه هكذا. نضغطو عليهم برك مليح مليح هكذا. وبعد هذا اللي غلقتو نرجعو من التحت. ان شاء الله راكو تفهموا حبيبات الغاليات. ونجيب السنيوه تاعي اللي فيها بابي كويسون هاذي نحط هنايا ونكملهم كاع بهذه الطريقه. هنا بعد ما كملتهم دوك نغطيهم بالساشي هكدا باش ما ينشفوليش من الفوق. نتوما ثاني تبعوا كيما راني نخدم هكدا ونزيد لهم الطرشونه باش هذاك الساشي ما يطلعش من الفوق هكدا. نخليوهم يخمروا بعد ما يخمروا نولي لعندكم. شوفوا خمروا ما شاء الله بعد 15 دقيقه بعد 15 دقيقه شوفوا كيما خمروا. هنا جبت هذاك الصفار تاع البيض مغرفه تاع قهوه حليب مغرفه تاع العشاء سمحوا لي تاع العشاء تاع الحليب ولا الماء انا درت الحليب ونص مغرفه تاع لاتاي تاع نسكافيه باش يخرج لكم هكاك حميمه. دوك ندهنهم كاع من الفوق مقبيله اللي قلت لكم اني شعلت الفول تاعي على 180 درجه باش يسخن لنا بيان 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 باش تمتم غير يدخل يزيد يتنفخ باش يجينا مهوي. ندهنهم كاع كيما راهم وهنا نزيد لهم هكا رشه تاع جلجلان شويه برك باسكو الجلجلان فيه الفوائد بزاف ما نكثروش كيما الخبز ولا البريوش. هنديرو غير هكا رشه خفيفه هاي فوالا. دوك نديرهم في الفور نشعلهم من تحت من بعد نزيد نشعلهم من الفوق باش يجينا حميمرين. هنا دوك ندوزو لاصوص ارجيريان لي راح نرافقوها مع هادوك سندويتشات. واش عندي هنا قسم خمسه هكا مغارف معمرين تاع مايونيز. عندي شويه الملح على حسب واش الملح هاد البصل يعني نورمالمون فيها الملح بصح نزيد لها شويه برك رشه ماشي بزاف. وعندي قسم غرفه تاع العشاء تاع البصله الصغيره بتيت ايشالوت انا قطعتها صغيره ولا ديروا الربع تاعها هذيك هكا صغيره. وثاني شويه تاع البقدونس قدر هكا تاع مغرفه تاع العشاء ماشي معمره. وعندي هنا شويه فلفل اسود مغرفه تاع لاتاي تاع فلفل عكري مغرفه تاع لاتاي تاع طوماطيش تاع البواطان شويه ثاني مغرفه تاع لاتاي تاع توم بودرة ما ديروش الثوم الخضراء باسكو يجيكم قاسح. وعندي مغرفه تاع لاتاي تاع الهريسه هاني كوش عندنا هنايا. هنا ندير البصل هذاك ومع البقدونس ونزيد هذوك التوابل الهريسه والطوماطيش بلا ما ننسى هذاك شويه تاع الملح.
ما نكثرش بزاف، نخلطها انا دوكا نخلطها ونوجدها، نحطها في الفريجيدير لو طون يطيبوا لي هذوك الخبيزات، ونوجد حاجه واحده اخرى اللي رافقها معها الطون، نحلو هذاك الزيت وهذوك لي فريت ثاني نطيبها. شوفوا كيفاش تجيكم ديجا هكذا ريحتها ما شاء الله. شوفوا هايلك، هذه هي صوص الجريان. نتوما ولا ما حبيتوش هذاك البصل يجيكم يغزغز، تقدروا ديروا كلشي بالبغا كيما خلطها هكا هنايا وزيدوا تمكسيوها، يعني بنتها هكا يجي هذاك البصل يغزغز. نتوما يرجع لكم هنا بعد ما طابوا لي 35 دقيقه، خليتهم طابوا لي قبل من التحت هكذا، من بعد زدت شعلت لهم من الفوق، طفيت من التحت شعلت من الفوق باش يجينا اللون هكا. شوفوا شحال خفاف، وشوفوا واش نقول لكم، خفاف خفاف ريشه هايلي كاع كيف كيف. شوفوهم ها نوريهم لكم كاع طيبين كيف كيف وخفاف من يديكم الفحلان. دوكا هكا نحيوهم يبردوا ونزوزو اللي فريت هذيك نطيبها، وانتم تعرفوا طيبوها بلا ما نوريها لكم، كي نطيبها نجوزو نكملو لاسويت تاعنا. وهنا حبيبات الغاليات وجدنا كلش، لابانينوس تاعي حطيتها تسخن، ونجيبو الخبز تاعنا. شوفوا ما شاء الله خفيف، واش نقولكم دوك هكا نقسمو بالموس. شفتو شحال خفيف؟ دوكا هنا واش حندير؟ حندير فخوماج هكا تاع بورسيون، نتوما واش حبيتو ولا تاع البيدونات ولا، المهم هكا نطيوهم بالموس. يعني كل واحد دير له حبه تاع فرماج هكذا. وهنا واش حنزيد؟ حنزيد الطونه اللي صفيتها من هذاك الزيت، يعني هاد الثلاثه البواطات تاع الطون نقسمهم على 8 خبزات، كل واحد نعطيلو حقه شويه شويه هكذا. دوك حنزيد لي فريت، ونزيد هذيك لاصوص الجريان. طاحت لي هذيك الحبه. دوك نزيد هذيك لاصوص الجريان، حطها هنايا من هذا الكوتي، ما تكثروش برك منها سينو يسيح لكم في هذيك لابانيناس. نديرو شويه ونقدمو شويه مع هذا. بسم الله فوالا. دوك نزيد الزوجه باش نكمل، يعني كي نحطهم على ضربه في لابانينوس تاعي لو طون راه يسخن. وهنا دوكا بعد ما عمرتهم ذوبت هكذا شويه الزبده، ندهنهم من الفوق باش يسهلين يعني يشدوا لي هذوك لي تخي تحمروا لي في هاد لابانينوس. ها هي تخي من الفوق، نشد الخبزه هذيك نحطها هنايا ونحط هكا عليها، ونزيد ثانيه نخدم غير بزوج بزوج، كل خطره نحي زوج يعني يجونا ساهلين يتحمرونا بالخف. هانيك ديروا هذه الخطوه كيما راني نخدم هكا يجيكم ساهل فوالا. نحطها هكذا بلا ما نضغط عليها، كي تحمروا لي نحيهم هكذا. دوكا بعد ما تحمروا شوفوهم هكذا، دوكا نكملهم حبيبات الغاليات وحدي.
هاملو شوفوا ما شاء الله. دوكا نكملهم كاع هكذا، راح نديرو زوج زوج، كل ما ندير هكذا وحده. دوك نعاودها لكم، بسم الله على بركة الله. هكذا نحط وحده هنايا، بان برك هذاك ليدان يقطع بزاف من تحت، ياك هكذا. ندلها لهنا ونزيد الثانية، روحو غير بالعقل. أنا كنت تحركوا البنات ولا حبيبات هكا، ونغلق عليهم ونكملهم ونتلاقاو في طاولة التقديم. هامليك ساندويتشات تاعنا صيفية بعجينة خفيفة ريشة بدون لحم ولا دجاج، درناها غير بالطونة، يعني اقتصادية وهايلة مع هاد الصيف. يعني الطياب تاعها شد لي 35 دقيقة، شعلتو من الفوق من تحت، كي شتو احمر لي من تحت زدت شعلو من الفوق يا ربي 5 دقائق هكذاك، يعني 35 دقيقة. فوالا حبيبات الغاليات، أنا قدمتو بالكازوز حمود، أنا نحبو بزاف هذا، ماشي دايما سي با تو فيشو. لو كان نقسم لكم حبة باش تشوفوها، هي راهي سخونة، شوفوا تقرمش كي نديرو لها هذيك الزبده، طاقينا البنه ولا اروع مع لابانيلاس هايك. شوفوا كيفاه جاتني محشيه، وهنا كي ناكلو نغمسو هكا، كل واحد يدير في الطبسي تاعو شويه، يدير هكا وياكلو. واش نقول لكم، شوفوا شوفوا ما شاء الله من يديكم، وزدت ترافقتو هكا بشويه تاع السلطه باش كل واحد اللي ياكل يزيد معاه لاصالات. نتوما هكا كي تروحوا للبحر ولا كي تروحوا تكونفي ولا وشنو، تديو معاكم هاد لي ساندويتشات يعني، ولا ديروهم مع العشيه ساهلين للتحضير. حنا برك نديروا الفيديو يشد مده طويله، كي ديروهم نتوما وحدكم وان شاء الله يعجبوكم. ماذا بيا نشوف التطبيقات تاعكم، تبارطاجيوه في الانستغرام تاعي ولا في الخاص هكا، باش تزيدوا تشجعوني نزيد نمد الوصفات اكثر. قد ما نشوفش يعني ما كاش لي جام، يعني تفشلوني شويه، كثروا لي لي جام هكذا باش نزيد نمد الوصفات. نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام.